الأهلي يفرض التعادل على مازيمبي الكونغولي في الشوط الأول في الكونغو في مباراة تألق فيها مصطفى شوبير وأضاع النادي الأهلي أهداف عديدة. متابعي المشجع مع أحمد عشاق، النادي الأهلي في كل مكان. الأهلي يتعادل سلبيا أمام مازيمبي الكونغولي في ملعبه وسط الأجواء الصعبة من الجماهير وأرضية الملعب والحرارة والرطوبة، ولكن النادي الأهلي يعود بتعادل ثمين إن شاء الله تكون نقطة انطلاق للنادي الأهلي في مباراة القاهرة ويحقق الفوز ويصل للمباراة النهائية. النادي الأهلي في أول تلت ساعة أضاع 4 أهداف محققين، منهم وسام أبو علي ورضا سليم وأحمد عبد القادر. أيضا في الشوط الثاني طاهر محمد أضاع وبرس التو أضاع وأفشة أضاع. كانت لعيبة النادي الأهلي بتتنافس على الفرص الضائعة، ولكن بنشكرهم على مجهودهم الكبير في ملعب صعب وملعب نجيل صناعي وأجواء حر جدا ورطوبة عالية. وأيضا بنقدم الشكر لمصطفى شوبير المتألق إفريقيا بتألقه في حراسة مرمى النادي الأهلي، تصدى لأكثر من فرصة من منطقة الستة ومن الـ18 ومن خارج الـ18 وفي الكرات العالية. مصطفى شوبير حارس ولد كبير داخل النادي الأهلي، ابن الوز عوام زي ما بيقولوا، وشوبير خلف حارس بطل. النادي الأهلي اتعادل مع مازيمبي الكونغولي في انتظار مباراة العودة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بحضور 50,000 من مناصري النادي الأهلي. الأهلي قادر يصعد بإذن الله بدعوات جماهير النادي الأهلي وبجهد لعيبة النادي الأهلي وبتفكير مارسيال كولر. لايك وشير ومتابعة من كل جمهور النادي الأهلي، يوصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.